أستاذ صفوان يفغيني بريغوجين. مين يفغيني؟ يفغيني مؤسس الفاغنر، ميليشيات نعم. الفاغنر اللي كان لها الدور الكبير بظلم أهلنا في ليبيا تحديدا ودول أخرى وبسوريا طبعا تم قتل 600 واحد منهم بمعركة واحدة في قرب تدمر. طيب سمعت شو حكى يفغيني؟ نعم. عم يتهم وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان بالخيانة. ماذا يعني هذا الاتهام؟ هذا يعني أنه الميليشيات إما أن تأكل الدولة وإما أن تحطمها الدولة. يعني إجوا الروس بدهم يقلدوا الأمريكان ويعملوا شيء اسمه وكالات أمنية تجيب ناس من جنسيات غير أمريكية دخلة بمعارك إمكانية النجاة فيها قليلة حتى لا تكون الخسائر في الجنود سبة على الإدارات ولكن هذا التقليد ما استطاعت إنه تساويه، فعملت فاغنر مقابل بلاك ووتر. حكينا على الاتهام. عملت الاتهام هذا غير مسبوق. اصبر علي قليلا. ما بقي وقت كثير. فاغنر كان مقابل بلاك ووتر ولكن تطبيقه طبقوه على شكل ميليشيا تابعة لمافيا. فهلأ هذه الميليشيا عم بتقول أنا خسرت أكثر من 60% من جنودها حول باخموت. حاول شو عم بيقول زعيم هذا المافيا هالعصابة العصابة التابعة لمافيا حابب يقول مو أنا السبب. مو نقص التدريب، مو نقص التخطيط، السبب انه الجيش ما عطاني ما سوالي توريد مناسب لإلي. طيب ما الجيش عم بيعطي مثلك إلك ولغيرك بنفس الطريقة، ولكن الجيش الروسي عنده مشكلة لوجستية بنيوية فيه، فحب يشيل الذنب من رقبته ويتهم الجيش النظامي. وبالنهاية بدول من هذا النوع وبإيران الميليشيات وبالعراق الميليشيات اللي هي خارج الدولة، إما أن تقضي عليها الدولة وإما هي وصلت تقضي تمام. على الدولة. دكتور سعيد، على وقع ما يجري في باخموت من معارك، شو دلالة وخطورة تصريحات مؤسس الفاغنر واتهامه لوزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان بالخيانة؟ هذه التصريحات هي دليل واضح على موضوع الصراع حول النفوذ في داخل القوى العسكرية في روسيا. بريغوجين يعتبر أن قوات فاغنر هي البديل النظامي للجيش الروسي وأنها هي التي تقوم بالعمليات الرئيسية، لذلك يجب أن يكون له ولقواته الأولوية في النظام الحكم في روسيا وليس للجيش ولقيادة الأركان ووزارة الدفاع. ولكن النظام القوى صراع القوى في داخل الكرملين يبدو أنه يميل في هذه الفترة نحو رئيس الأركان، لذلك يعني بس دكتور لاحظ أنه بعز المعارك الآن واحتدام المعارك تأتي هذه الاتهامات، كيف ستكون تداعياتها حتى على الجنود على العناصر الفاغنر أو على الجيش الروسي؟ هذه دليل على تخبط القيادة السياسية والعسكرية الروسية. كنا ذكرنا سابقا حول المشاكل اللوجستية التي يعاني منها وأيضا تغيير القيادات، وفي الفترة الماضية تم تغيير 5 قيادات من قيادات الجيش في منطقة المعارك في شرق أوكرانيا، لذلك هذا يعطي دليل كبير على هذا التخبط وعدم وجود تكتيك واستراتيجية واضحة للتعامل مع هل نحن دكتور أمام انقلاب الفاغنر على الجيش الروسي على القيادة العسكرية الروسية؟ لا على الإطلاق. هذه التصريحات والفيديوهات التي يتم نشرها حول نقص الذخيرة وغيرها هي محاولة للضغط وإظهار أن وتحميل الجيش الروسي فشل قوات فاغنر في اقتحام أو تحقيق أي انتصارات على الأرض.